نيوريتال كير من حرف الكي معناها نيوريتال كير. بعد كده هيلس ابريزال الكي معناها بنعمل حاجه اسمها بروموتيف هيلث سيرفيسز والبي معناها بريفنتيف هيلث سيرفيسز. كلمه بروموتيف يعني ايه بروموتيف؟ اديكويت نيوتريشن. بريفنتيف يعني ايه بريفنتيف؟ اي بي اي، خدنا الاي بي اي بروجرام قبل كده. طيب بنحبب الاطفال فينا ان احنا لازم نقعد معاهم ونتجمع مع بعض ونبقى اسره واحده، نبقى انتجريتد مع بعض. ففي برنامج ان شاء الله مكتوب في النظري مش علينا في الراوند اسمه ام سي روح بعيد. ام سي ده برنامج مشهور، مش عارف سمعتوه في الراوند ولا لا، اسمه انتجريتد مانجمنت اوف تشايلد ايلنس. يعني الدكتور الشاطر المفروض لما يشوف الطفل يشخص الحاجات اللي عنده مره واحده، ولو يعالج الحاجات اللي يقدر عليها والحاجات اللي مش قادر عليها يعمل للطفل ايه ريفيرال. ده برنامج محترم اسمه ام سي، خلاص انتجريتد مانجمنت اوف تشايلد ايلنس. يبقى دول الكومبوننتس بتوع التشايلد ايلنس بروجرام. هنتكلم على ايه النهارده عشان اخلص وتمشوا تروحوا؟ هنتكلم على اول اربعه بس، اول اربعه او حتى اول اللي هي رقم 2 و3 و4، لان رقم 1 احنا اتكلمنا عليها. رقم 1 احنا اتكلمنا على الانتينيتال كير، لكن ما اتكلمناش على البري كونسبشن. البري كونسبشن ان شاء الله هناخدها بقيه مواضيع محاضرات الايه الراوند، او هتاخدوها في النظري بعد كده. يعني ايه بري كونسبشنال؟ يعني ايه بري كونسبشنال؟ اللي هي الكير بروفايدد للفيميل خلاص افتر ماريج اند بيفور بريجننسي. امال يعني ايه كلمه بري ماريتال؟ الكير بروفايدد للفيميل قبل الماريج. لكن بري كونسبشنال بالمناسبه الاثنين بيعاملوا معامله واحده، يعني الحاجات اللي بتعملها هنا هي اللي بتعملها هنا. بري ماريتال قبل الايه؟ الجواز. بري كونسبشنال بعد الجواز وقبل الايه؟ وقبل الحمل. طيب نبدا بقى نتكلم على النيونيتال كير. لسه من شويه قايلين يعني ايه النيونيتال كير. تخيلوا كده دكتور الاطفال حاضر الولاده، دكتور الاطفال حاضر الولاده، اول حاجه دكتور الاطفال هيعملها اول ما العيل يتولد هيعمل ايه؟ العيل بيكون متصل بامه بحبل سر، يبقى هي خدنا الكلام ده قبل كده عشان التيتانوس، مش امال بتاخد تطعيم التيتانوس ليه؟ يبقى يعمل اسيبتيك كاتنج الايه للامبلايكال ايه للامبلايكال كورد، ويعمل دريسنج للامبلايكال ستامب. يبقى في مشبك كده يعني بيقطع الحبل السر من ناحيه الام، يسيب حته زياده ناحيه الطفل خلاص، ويعمل دريسنج للامبلايكال ايه ستامب. وبعد كده يمسك العيل من رجليه كده وتلاقيه بيخبطه على ظهره، يعني عايز يعمل كليننج الايه للريسبيراتوري باسجز، صح ولا ايه؟ مش كده؟ عشان العيل ما يتخنقش، يبقى في سيكريشنز في مناخيره وفي بقه. وبعد كده يعمل زي ما قلت لكم من شويه كليرنس الايه للاي، ويحط ديس ايه ديس انفكتنت. طيب رقم 3 هيبدا يقلب الطفل كده، يقول ايه ربنا يستر الحمد لله العيل يطلع كويس ومبقاش فيه اي كونجنيتال ايه انوماليز، ويبدا ينيم العيل كده على الميزان خلاص، يحطه على الميزان عشان يعرف وزنه قد ايه ويقيس اللينس بتاعه، لان مفيش حاجه هنا اسمها هايت لسه، لان كلمه هايت يعني واحد واقف على رجليه، احنا لينا هايت لكن هو ليه ايه ليه لينس. بعد كده بيشيل العيل يديه للممرضه، تروح بقى تديه لمين؟ لمامته عشان تبدا تعمل ايه بريست فيدنج. يبقى النقطه اللي بعد كده مش عارف انا ماشي كده مظبوط ولا لا، يبقى بريست فيدنج، يبقى انيشيت ومنتين البريست فيدنج. قلنا البريست فيدنج ماست بي انيشيتد في خلال اول ساعه، ويقول لها في تطعيمات يا ست انت المفروض في ايه في الاول في اول 40 يوم، اللي هي بياخد الزيرو دوز من البوليو، وبياخد الايه البي سي جي، وبعد كده بياخد الهيباتايتس بقى فاكسين اللي هو البنتا ايه فيلنت فاكسين الخماسي، مش كده اللي هو الايه الهيباتايتس بي، لان دي هتجي لكم في امتحان، والدي بي تي والايه والهيموفلس انفلونزا تايب بي. واخر حاجه خالص واهم نقطه في الاخر بقول لها خدي بالك يا ست انت، او يعني الدكتور بقى شاطر، لو لقى الطفل نوبر سويت، لو لقى الطفل بريماتيور بتحط بقى في انكوبيتور، بتحط في حضاره، لقى اللي عنده جوندس في حاجه اسمها فيسيولوجيكال جوندس، وفي جوندس بتحصل نتيجه البلاد انكومباتيبلتي خلاص، لو هو مثلا فصيله دمه مامته كانت بي وفصيله دمه ايه، فبقى في انتي بودز لحاجه ثانيه غير الرايسس فاكتور او غير الار اتش انكومباتيبلتي خلاص، دي قصه ثانيه. طيب بعد كده الهيلس ابريزل، انت عندكم في الكتاب باين عشان امشي في الكتاب الاول بالترتيب، عندكم باين اللي هي البروموتيف الاول صح؟ البروموتيف الاول اللي هم ايه؟ انا عامل جدول حلو كده في البروموتيف مقسمهم اللي هم البريست فيدنج، انا هقول بس ترتيب الكتاب بتاعكم. في اول حاجه البريست فيدنج، وتاني حاجه الايه؟ الفيدنج بتاع البيبي. البريست فيدنج انا قايل فيه اربع كلمات، اللي هم ايه اول اربع كلمات؟ حط خط تحت كلمه ماست بي انيشيتد في خلال دي اول ساعه، دي اول نقطه عندكم في الكتاب. تاني نقطة عندكم في الكتاب أعتقد كان اكسكلوسيف، يعني إيه اكسكلوسيف؟ يعني حصري، يعني لازم في أول ست شهور ما ينفعش ندي حاجة تانية مع البريست ميلك. تالت نقطة عندكم في الكتاب أون ديماند، يعني كل ما العين يطلب تديله، يعني هو عيان عنده دايرية يرضع؟ أه يرضع، خدنا في الدايرية في حاجة اسمها كونتينر بريست فيدنج دورينج الدايرية. نو بوتلز ما تديلوش الببرونة، لأن فتحة الببرونة واسعة، فلو اتعود إن هو يرضع من الببرونة بعد كده هيضرب على صدر الإيه؟ الأم. فأفويد الببرونة اللي هي البوتلز،
التيتس اللي هي او اي باسيفايرز، باسيفايرز العضاده، اي حاجه شبه النبل عشان ما يحصلش نبل كونفيوجن ويغلط بعد كده على ايه، على البريست فيدنج او على صدر الام. ده بالنسبه للبريست فيدنج. الحاجه الثانيه او الجدول الثاني او اللي قصاده، طب الاطفال بقى اللي هم الكبار شويه، قلنا نركز اول حاجه على الفيدنج في الديسيز وفي الهيلث. يعني رقم واحد حط خط تحت الايه، الفيدنج في الهيلث وفي الديسيز، يعني في الصحه وفي المرض يبقى في فيدنج. رقم اتنين حط خط تحت كلمه كوانتيتي وكواليتي. كوانتيتي وكواليتي يعني ايه كلمه كوانتيتي وكواليتي؟ ها، يعني الاكل اللي انا هديه له يبقى الكوانتيتي بتاعته كويسه والكواليتي بتاعته ايه، كويسه. النقطه اللي بعد كده خطيره جدا اللي هي الويننج. في حاجه اسمها ويننج. ويننج يعني ايه ويننج؟ الفطام. واحنا قلنا الويننج بيبدا عند الشهر الرابع او السادس، اللي هو جراديوال انترودكشن اوف سيمي سوليد فود بيسايد البريست ميلك. وفي نقطه ثانيه ما قلتلكوش عليها موجوده في الكتاب اسمها سبلمنتس. الطفل ده بيحتاج سبلمنتس مش موجود عندكم، محتاج فيتامين اي، محتاج ايرن، محتاج فيتامين سي، فلازم ان احنا نديله سبلمنتس. طب هنديله سبلمنتس ازاي؟ لا اما موجوده في الفاكهه والخضار، او ان احنا بقى نديله حاجه اسمها الايه، الباودر ميلك. الباودر ميلك زي نيتو ده انريتشد. انريتشد يعني ايه؟ انت عارفين ان الميلك بور في الفيتامين سي، بور في الايرن، فاحنا بنعمل ايه، الميلك ده اللي هو الباودر ميلك بيبقى انريتشد، يعني صرت يعني فورتيفيكيتد بالحاجات اللي هي ايه، اللي تشايل بور. نيجي نتكلم على هيلث ابريزا. تعالوا نتفق اتفاق، انا عندي ان شاء الله هيلث ابريزا سكيما ثابته في المنهج. يعني ايه كلمه هيلث ابريزا؟ التقييم صحي. قلت لكم قبل كده كلمه دايجنوستس بنسميها في الكوميونتي هيلث ابريزا. يبقى ايه الديفينيشن بتاع هيلث ابريزا؟ كونتينوس assessment and evaluation of the health status of the children. بالمناسبه اللي تشايلد هيلث بروجرام، انا بتكلم على اطفال عندهم اقل من 5 سنين، يبقى ده الهيلث ابريزل. اي هيلث ابريزل في المنهج عباره عن 2 سي و2 اس. اللي هم ايه بقى ال2 سي؟ حاجه اسمها كومبريهنسيف، هي مكتوبه في كتاب ميديكال، لا في كلمه قبلها اسمها كومبريهنسيف بيريودك ميديكال اكزامينيشن، يعني فحص طبي دولي شامل. كومبريهنسيف بيريودك ميديكال اكزامينيشن. السي الثانيه كلينيكال سيرفيس. السي الثانيه كلينيكال سيرفيس. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الميديكال اكزامينيشن والكلينيكال سيرفيس. الميديكال اكزامينيشن ده عباره عن ايه؟ تشخيص، دايجنوستس، بكشف على العين. لكن الكلينيكال سيرفيس بديله علاج. يبقى طيب ايه بقى اللي بيجي في الام سي كيو؟ التايم بتاع الكومبريهنسيف بيريودك ميديكال اكزامينيشن. يعني انت هتعمل كشف او هتاخد الطفل اللي اتولد ده، مامته هتروح الام سي اتش سنتر مره كل قد ايه؟ فاهمين الكلام؟ يبقى دي بتيجي في الام سي كيو باي ويكلي ان ذا فيرست يير، يعني مره كل اسبوعين في اول سنه. بعد كده ها مانسلي في السكند يير، مره كل شهر في ثاني سنه. بعد كده مره كل 3 شهور لحد ما يخش المدرسه. دي بتيجي في الام سي كيو. دي بتيجي في الام سي كيو. ده بالنسبه للسكيدول بتاع الهيلث ابريزا. طب احنا بقى في البريودك ميديكال اكزامينيشن بنعمل ايه؟ بنعمل شيك اب اوف حاجتين. في جدول كده انا عامله حلو قوي، شيك اب اوف حاجتين، ماشي الكلام؟ شيك اب اوف الجروس والديفلوبمنت وشيك اب اوف الديزيزز. طب الشيك اب اوف الجروس والديفلوبمنت اي بي سي، الايه اللي هي ايه؟ الانسرو بومتريك ميجرمنتس. يعني ايه كلمه انسرو بومتريك ميجرمنتس؟ قياسات تخص الانسان او الاطفال. نبدا نشوف الويت ونشوف الايه الهايت، مش ده بالنسبه للانسرو، ونشوف الايه خدناهم بالتفصيل في النيوتريشن، الهيد سيركمفرنس والشيست سيركمفرنس والميد ارم سيركمفرنس، والبي يعني البودي بيلد، والسي يعني الكرايتيريا اوف الديفلوبمنتال مايلستونز. هتاخدوها في الاطفال ان شاء الله السنه الجايه. مايلستونز اللي هي مراحل نمو الطفل. نشوف الكرايتيريا اوف الديفلوبمنتال مايلستونز، مراحل نمو الطفل. بدا يقعد امتى؟ بدا يمشي امتى؟ بدا مثلا يلبس نفسه هدومه امتى؟ والحاجات دي كلها. موجود في الكتاب، بس يمكن ناقص عندكم شويه في الكتاب العملي، الزيادات اللي موجوده في الكتاب النظري. ايه اللي زياده اللي انا قلته زياده مش موجود عندكم؟ خلاص لو في زياده دي موجوده في النظري، معلش انتوا اللي عليكم اللي في الكتاب بس في العمل. يبقى ده اللي هو ايه؟ كله موجود. طيب يبقى ده اللي هو ايه يا جماعه؟ انا لسه بتكلم في اول نقطه اللي هي الكومبريهنسيف بيريودك ميديكال اكزامينيشن. طب هقول لكم تاني عشان تركزوا معايا، الكومبريهنسيف بيريودك ميديكال اكزامينيشن ده رقم واحد في ايه؟ في الهيلث ابريزل، تمام؟ اللي هي رقم ثلاثة في ايه؟ في التشايلد هيلث بروجرام. الهيلث ابريزل قلت لكم فيه كومبريهنسيف بيريودك ميديكال اكزامينيشن، تحفظوا الايه؟ الفريكوينسي، مره كل اسبوعين في اول سنه، كل شهر في ثاني سنه، كل 3 شهور لحد ما يخش المدرسه. قلنا في حاجتين، شيك اب اوف الجروس والديفلوبمنت وشيك اب اوف الايه؟ ديزيزز. في الشيك اب اوف الديزيز بقى انا بشوف الاعراض، المانيفستيشنز اوف الديزيزز والمانيفستيشنز اوف الديفيشنسي. هو ليه فصلهم؟ اصل مثلا الديفيشنسي مقصود بقى الفيتامين ديفيشنسي، البروتين ديفيشنسي، لكن ديزيزز مثلا زي ايه؟ زي دايابيتس، زي اي حاجه. ومزود معاهم، معلش معلش
انا قلت اي هيلس ابريزر 2 سي و2 اس، الاثنين اس اللي هما سكريننج وسيرفي. فعندكم في الكتاب العملي السكريننج، يعني بصوا انا كاتب السكريننج هنا نقطه لوحدها، لكن عندكم في الكتاب العملي السكريننج مكتوبه ضمن الايه، ضمن الشيك اب. فبنعمل حاجه اسمها، لا هي نقطه لوحدها سكريننج تيست، دي بتيجي في الام اس كيو يا جماعه. السكريننج تيست بتيجي في الام اس كيو. ايه السكريننج تيست اللي بتعمل للطفل الصغير؟ بنشوف الويت ونشوف الهايت ونشوف الدنتال اكزامينيشن ونشوف الهيرنج اكتي ونشوف الفيجوال اكتي، كل ده السكريننج تيست بتاعت الايه، الاطفال الصغيرين. والاس الثانيه سيرفي ستادي، احنا خدنا قبل كده كلمه سيرفي ستادي يعني مسح ايه، ميدان تاني تاني عشان ما تلخبطوش. احنا قلنا اي هيلث ابريزل عباره عن 2 سي و2 اس، ال2 سي اللي هم ايه، كومبريهنسيف يعني دوري يعني شامل، كومبريهنسيف وكلينيكال سيرفيس، وال2 اس اللي هم ايه، سكريننج وسيرفي. صعبه انا كده خلصت. بنحبب اللي هي ايه، بي اللي هي البريكونسبشنال والانتينيتال كير، والان نيونيتال كير، والاتش هيلث ابريزل. الهيلث ابريزل بس في نقطه بقى عايزين نتكلم عليها اسمها جروس مونيتورنج والجروس كير. الجروس مونيتورنج والجروس كير خلاص، عباره عن ايه كلمه جروس مونيتورنج؟ جروس مونيتورنج معناها ان احنا هنعمل فولو اب اوف الجروس باي ريبيتد ميجرمنتس. يعني ايه ريبيتد ميجرمنتس؟ يعني نوزن الطفل مره كل شهر، نوزن يعني، او مش مره كل شهر، مش هو بيروح مع مامته مرتين كل اسبوع في اول سنه، يبقى كل ما يجي ايه مرتين كل اسبوع إيه؟ بيروح مع مامته مره كل اسبوعين في اول سنه، مره كل شهر في ثاني سنه، يبقى كل ما بيجي لي بنوزنه. يبقى احنا هنعمل ريبيتد، حط خط تحت ريبيتد ميجرمنتس عشان نشوف النمو بتاع الطفل ده، وزن ذا نورمال رينج ولا في ديفيشن فروم نورمال، ولا في مشكله فروم نورمال او ديفيشن فروم نورمال. ده اسمه الجروس مونيتورنج. وهنبدا نتكلم على الستبس بقى. الستبس عباره عن ايه؟ قال لي والله في الستبس في حاجه اسمها الجروس شارت. الجروس شارت ده عباره عن ايه؟ قال لي الاول ابدا شوف وزن الطفل كام، يعني ابدا شوف الانسروبومتريك ميجرمنتس. قلنا يعني ايه كلمه انسروبومتريك ميجرمنتس؟ اللي هي قياسات تخص الايه، الاطفال، سواء الويت او الهايت او الهيد سيركمفرنس او الميد ارم سيركمفرنس او الشيست سيركمفرنس. بعد كده بلوتنج ذا جروس كيرف او بلوتنج الجروس شارت. الجروس شارت عباره عن ايه يا جماعه؟ زي ما قلت لكم قبل كده، في خط كده افقي اهو اللي انا رسمته ده بيعبر عن الايج، وفي خط هنا راسي بيعبر عن ايه؟ عن الويت. اتفقنا؟ في انواع كتيره جدا للجروس شارت. في حاجه اسمها الايه، الويت فور ايج، في حاجه اسمها الهايت او اللينس فور ايج، في حاجه اسمها الهايت فور ويت، وفي حاجه اسمها الايه، الهيد سيركمفرنس فور ايج. وصلت؟ ده بالنسبه للاطفال اللي هم في اول ايه يا جماعه، في اول خمس سنين. لكن في جروس كيرف تاني اللي حطه بقى، الجروس كيرف التاني دوت السي دي سي اللي هو سنتر فور ديزيز كنترول، مش الدبليو اتش او. قال لي حاجه اسمها البادي ماس اندكس فور ايه، فور ايج. انت عارفين يعني ايه كلمه البادي ماس اندكس؟ ده احسن ليه؟ لان البادي ماس اندكس بيعتمد على تو فاكتورز، بيعتمد على الويت وعلى الايه، وعلى الهايت. وده بيتعامل ما بين سن كام؟ ما بين سن سنتين و20 سنه. تاني انواع الجروس كيرف ايه، اصبروا بس عليا ما تستعجلونيش. الجروس كيرف في منه اربع انواع، في ويت فور هايت، في ويت فور ايج، في هايت او لينس فور ايج، وفي ايه، الهيد سيركمفرنس فور ايج. وفي نوع تاني من الجروس كيرف ما بين سن سنتين وعشرين سنه، ده افضل لانه بيعتمد على تو فاكتورز ان ريليشن تو ايج، اللي هو الويت والهايت، اللي هو البادي ماس اندكس فور ايج. الجروس كيرف عباره عن ايه بقى؟ قال لي الجروس كيرف هكمل دول دلوقتي، عباره عن في حاجه اسمها الايج. احنا هناخد المثال بتاعنا الويت فور ايج. فانا عندي مثلا ده اللي هو اول سنه، وده اللي هو السنه الثانيه، وده السنه الثالثه، وده السنه الرابعه، وده السنه الايه، الخامسه. فالجروس كيرف ده بيكون ورقه مطبوعه زي الصوره اللي عندكم دي كده، ورقه مطبوعه بالمنظر ده كده اهو، ورقه مطبوعه جاهزه، يعني ده في الكابت مكتوب العام الاول والثاني والثالث والايه والرابع والخامس بالشهور. فمثلا انا رحت في الشهر الاولاني اهو، رحت مثلا الطفل عنده ايه، عنده لنفترض عنده سنه، فاقوم جاي وزن الطفل اللي عنده سنه ونعمل ايه، اقوم جاي وزنه مثلا طلع في النقطه دي كده. فالوزن لو طلع كده معناها ايه يا جماعه؟ ردوا عليا، معناها نورمال ويت فور ايج، لازم اكمل، يبقى نورمال ويت فور ايج. طب لو الوزن طلع كده اللي عنده سنه معناها ايه؟ معناها اندر ويت فور ايج. ده بتيجي في الام اس كيو، يعني في الام اس كيو بيجيب لك كيرف، شوف التفاهه، ويجيب لك نقطه كده تحت اللور ليميت، ده كده اسمه الابر ليميت، الابر ليميت اهو، وده كده اسمه ايه؟ اللور ليميت، اللور ليميت. خلاص؟ وصلت الفكره؟ فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الطفل لو طلع في لو اللور ليميت يبقى ده اسمه ايه؟ يجيب لك بقى الاختيارات، اندر ويت فور ايج ولا اوفر ويت فور ايج، شوف الكلام؟ فانت تقول ايه؟ اندر ويت فور ايه؟ فور ايج. يبقى رقم، بصوا كده انا همشي معاكم اهو بالراحه مش مستعجل. يبقى رقم واحد انا بوزن الطفل، بشوف الوزن بتاعه.
رقم اتنين برسم كلمه بلوتنج الجروس شارت، ما اقصدش ان انا برسم الجروس شارت لا، يعني قصدي برسم النقطه. يعني ايه؟ يعني برسم النقطه، النقطه طلعت هنا كده. طب وبعدين رقم ثلاثة قال لي انتربريت. يعني ايه انتربريت؟ يعني شوف النقطه اللي انت حاططها دي معناها ايه، فمعناها ان ده اندر ويت فور اتش. طب رقم أربعة قال لي شوف الكورس، يا ترى هو اندر ويت فور اتش ايه؟ عشان مثلا عنده مرازمس. مرازمس ده يعني ايه؟ نقص التغذيه، كالوريك ديفيشنسي، او عنده انفكشن، عنده ضريريه يا سيدي، عنده ضريريه اوف تشيلدرن. فشوف الكورس. بعد كده رقم خمسة قال لي ايه؟ قال لي مانج الكوز، يعني عالج السبب اللي عنده وارجع اوزنه تاني. رقم ستة، مش احنا قلنا يا جماعه ده عباره عن ريبيتد، ده فولو اب باي ريبيتد ميجرمنتس. يبقى يا جماعه اسالكم سؤال، الجروس شارت ده يعتبر نوع من انواع الهيلث بروموشن ولا لا؟ نوع من انواع الهيلث بروموشن. ليه؟ لان ده له علاقه بالوزن، فطالما له علاقه بالوزن والتغذيه، متابعه النمو بيسموه متابعه منحنى النمو او الجروس كيرف. انا عايز بقى اقول لكم حته حلوه يعني ليكم، انا على اي اساس عملت الاور ليميت واللور ليميت؟ بيسموا الابر ليميت ده اللي هو ايه؟ 95th percentile، يعني ده العين اللي ترتيبه ايه؟ 95، او بيسموه اللي هو زائد 2 ستاندرد ديفيشن. مش احنا خدنا حاجه اسمها اليو شيبد كيرف، وقلنا في اليو شيبد كان لحد 3 ستاندرد وبالبوزيتيف وبالماينس. لا، الجروس كيرف يا سيدي لحد ايه؟ 2 بالبوزيتيف وبالايه؟ بالماينس. وبيسموا اللور ليميت ده اللي هو 5th percentile. يعني ايه كلمه 5th percentile؟ العين اللي ترتيبه الايه؟ الخامس. احنا جبنا مثلا 100 عين يا جماعه، احنا عايزين نعمل الابر ليميت. احنا بقى العلماء، احنا اللي بنحط الايه العلم بقى. فاحنا بعرفكم ازاي عملنا الجروس كيرف، عملنا او الجروس شارت عملناه ازاي. اولا ده ما اسمهوش جروس كيرف، اسمه جروس شارت، لكن النقطه اللي انا رسمتها اسمها جروس ايه؟ كيرف، عشان ابقى دقيق في الكلام بتاعي. جروس شارت حاجه اوريدي موجوده برينتد، لكن جروس كيرف هي النقطه اللي انا عملتها. فازاي بنعمل الجروس شارت وليس الجروس ايه؟ كيرف. الجروس شارت ان انا جبت، انا عايز اعمل التجربه اهو، جبت 100 عيل يا سيدي وزنتهم، خلاص وزنتهم اول ما اتولدوا اهو، وقمت ايه رتبتهم حسب الوزن. فكان ايه؟ كان ده العين اللي هو الخامس، يعني اللي هو ايه الخامس من حيث الوزن، يعني في اربعه اقل منه في الوزن. حد فاهم بقول ايه؟ وده اللي فوق خالص العين اللي هو ايه يا جماعه؟ ال 95 من حيث الوزن. يعني انا مسموح لي طالما ان الواحد وزنه يعني اللي هم من الخامس لل 95 دول ده في النورمال رينج، بعتبر ان الخامس ده ماينس 2 ستاندرد ديفيشن وال 95 ده بوزيتيف 2 ستاندرد ديفيشن. زي ما كنت اعطيكم المثال بتاع الهايبر تنشن، لما قعدنا نقول المتوسط 120 والستاندرد ديفيشن راحت ب 10، فانا بعتبر لحد 140 ده بوزيتيف 2 ستاندرد ديفيشن، وبعتبر اللي ضغطه لحد 100 السيستوليك، حد فاهم بقول ايه؟ يعتبر لحد ماينس 2 ستاندرد ديفيشن. طيب ال 100 عيل دول هم هماهم، جيت وزنتهم تاني عند شهرين اهو، فبرضه ده الطفل رقم كام؟ 5، وده الطفل رقم كام؟ 95. اصل يا جماعه الوزن بيزيد بقى، مش هم بعد شهرين وزنهم زاد شويه؟ حد فيكم ايه يقول لي طب ما جايز محمد كان رقم 5 في الشهر اللي بعديه، محمد طلع بنزل بقى رقم 6، واحمد بقى رقم كام؟ 5. مش مهم، انا بحط اوزان، انا عايز اعرف ارسم الكيرف اشوف الاوزان الطبيعيه هتبقى لحد فين، ما يهمنيش الاشخاص، انا عايز اعرف حاجه ستاندرد عشان بعد كده لما احط النقطه بتاعتي اعرف انا بين الايه، اعرف الابر ليميت ايه واللور ليميت ايه. فاهمين ولا مش فاهمين الكلام اللي بقوله؟ فدي طريقه رسم الايه الجروس كيرف. فكلمه 25 برسنتايل معناها ايه؟ معناها ان، فاكرين لما شرحت البرسنتايلز والكوارتايلز، معناها ان 95 برسنتايل معناها 95% من الاطفال من التشيلدرن لايز ات او بلو ات. الله ينور عليك، ممتاز، ده حاجات حلوه دي، يعني ده حاجات حلوه، فاهم الموضوع حلو قوي وسهل يعني. طيب نرجع بقى تاني نكمل موضوعنا. الاكسرسايز ده اللي انا شرحته ان النقطه هنا اندر ايه؟ اندر ويت، فهو اندر ويت يبقى ايه ده؟ ده دي اسئله ثانيه. ذا سكيدول اوف ريجولار فيزيتس هيبقى باي ويكلي في اول سنه، ده اول اوف ذا اباف وده اول اوف ذا اباف. خلاص احنا قلنا يبقى هو اندر ويت ليه؟ عشان عنده مرازمس او هو عنده ايه؟ جاستروانترايتس. وده البروموتيف اللي احنا قلنا عليهم. تمام، انا بس في البروموتيف معلش وانا بقول الجدول نسيت اقول لكم ايه؟ في النيوتريشنال اديوكيشن نسيت اقول هاو تو بريبير البيبي فورميولا، يعني احنا لازم نعرف الام ان هي ازاي تجهز الايه البيبي فورميولا. ما كنتش شفتها اللبن صناعي لو مش موجوده في الكتاب ده موجود في النظر، يعني مش مهم مالناش دعوه، يعني ايه انتوا عارفوا اللي في الكتاب، انتوا عارفوا اللي في الكتاب. طيب الحصه صعبه ولا سهله؟ خلاص اخر حاجه بقى الايفالويشن بتاع الام اس اتش، عايزين نقيم الام اس اتش بروجرام. نقيم بقى ازاي الام اس اتش بروجرام؟ خلاص اول حاجه عندي حاجه اسمها انبوت انديكيتورز، حاجه اسمها بروسيس انديكيتورز، وبعدين في اوتبوت، وحاجه اسمها امباكت انديكيتورز. بصوا عشان دي بيجي فيها اسئله وهقول لكم السؤال اللي جه فيها ايه. انبوت انديكيتورز بالعربي اكتبه كده، تقييم الموارد المتاحه. انبوت انديكيتورز معناها تقييم الموارد المتاحه.
يعني ايه كلمه انبوت انديكيتورز؟ فاكرين امبارح لما خدنا الاربعه بي والاربعه ام؟ يعني ايه؟ هفهمكم، انا هفهمكم. يعني انا عايز اشوف الكفرج والاكسسبيليتي اوف الهيلث سيرفيسز. يعني ايه؟ يعني انا عندي في كم وحده صحيه في المنصوره، في كم مكتب صحه في المنصوره، عايز اشوف الافيلابيليتي اوف الدراجز والفاكسينز، عندي قد ايه تطعيمات موجوده في الوحده، عندي في قد ايه ادويه. بالمناسبه بس نسيت اقول حاجه، كفرج واكسسبيليتي، كفرج يعني في كم وحده في المنصوره، اكسسبيليتي يعني قريبه ولا بعيده عن الناس، غاليه ولا رخيصه. خدنا الاكسسبيليتي امبارح، فيها دكاتره رجاله وستات ولا دكاتره رجاله بس. طيب بشوف الايه الافيلابيليتي اوف الايكويبمنت والسبلايز، المعدات وجهاز الضغط والسماعه ومحلول معالجه الجفاف والاو ار اس باكتس. بشوف النمبر اوف الدكاتره والنمبر اوف التمريض، وهل هم تريند ولا مش تريند. فده كل ده اسمه انبوت. يعني عارفين انبوت اللي هي ايه؟ معايا مذكرات في البيت ولا لا عشان اذاكر قبل الامتحان، معايا اقلام، معايا الوان، معايا ماركرز، معايا كوركتورز، معايا مش عارف ايه، ده اسمه ايه؟ معايا سيديهات، معايا بلوتوث، يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه انبوت انديكيتورز. طيب بعد كده بروسيس انديكيتورز. يعني ايه بروسيس انديكيتورز؟ يعني السيستم اوف الورك. احنا جينا هنا، انا جاي الحمد لله النهارده بدري شويه عن امبارح، تمام؟ جاي 8 اتعطلنا برده بدانا متاخر. فكلمه بروسيس معناها تقييم، سيستم اوف ذا وورك. يعني ايه؟ ساعات بدخل مثلا مستشفى، ببقى بدخل عارف انا بعمل ايه. يعني ده في المكان متنظم، فبكون راضي ومبسوط داخل واخد تذكره، مش لازم مستشفى، فندق، مكان يعني مؤتمر، اي حاجه. فانت تبقى عارف الدنيا متظبطه، فانت تبقى مرضي. في حاجه اسمها كلاينت ساتسفاكشن، انت الدنيا متظبطه معاك مش تايه. ساعات تدخل مستشفى والله تفضل تدور وتلف وتلف وتدور وتلف وتدور، وفي الاخر مش لاقي حد تروح له، ولا عارف تعمل اشعه فين، ولا عارف تعمل ايه. خلاص ده النورمال. فانا بشوف ايه في السيستم اوف ورك؟ بشوف الكلاينت ساتسفاكشن، خلاص الحاجه، واشوف السيكونس اوف الورك. يعني انا مبسوط ولا لا؟ بليزنت وسموث كده ولا في مشكله؟ يعني انا بس مش عايز احكي امثله عشان انا ايه، انا يعني ايه ما اعرفش حد. انا قلت تسجيلات لا بس ما اعرفش، بدل ما تودونا في داهيه. خلاص في بعد كده اوت بوت انديكيتور. ايه الفرق بين كلمه اوت بوت وامباكت؟ هخلص اهو يا دكتوره دعاء، فاضل لي دقيقتين وهخلص اهو. ايه الفرق بين اوت بوت وبين امباكت؟ انتوا كده مش هتتعبوا في المذاكره في البيت، انتوا زهقتوا الموضوع. ايه الفرق بين اوت بوت وامباكت؟ اوت بوت تاثير، ده بيعتمد على النمبر اوف سيرفيس بروفايدر. يعني كونك ان انت جيت وحضرت الحصه ده يعتبر اوت بوت، انجاز. انجاز يعني بس لسه ما ذاكرتيش في البيت، ده اسمه اوت بوت. اما تذاكري في البيت بقى اسمه ايه؟ امباكت او امباكت. اكتبوا كده الاوت، او بلاش تكتبوا حاجه، خلي اللي عندكم في الكتاب دلوقتي. اوت بوت معناها النمبر اوف سيرفيس بروفايدر. يعني انا عايز اعرف كام واحده من الحوامل جت وعملت زيارات متابعه اثناء الحمل. عملنا انتينيتال كير لكام واحده من الحوامل. طعمنا كام واحده من الحوامل بتيتانوس توكسويد. قسنا كام واحده حملت ضغط. انا ما اعرفش ايه مكتوب والله. عملنا جروس مونيتورنج لكام، والله بقول من الذاكره، عملنا جروس مونيتورنج لكام طفل اقل من 5 سنين. انا مش فاكر حاجه مكتوبه. ادينا محلول معالجه الجفاف لكام طفل عنده ضياريه. كل ده اسمه سيرفيس ايه؟ انديكيتورز او اوت بوت انديكيتورز. يعني بشوف النمبر اوف سيرفيس بروفايدر. انتوا مستهونين بالكلام؟ جالهم السنه اللي فاتت سؤال وكلهم جاوبوه طبعا. قال لهم ايه؟ الجروس مونيتورنج. انا قلت كله. الجروس مونيتورنج تعتبر ايه من ضمن الاختيارات؟ انبوت ولا بروسيس ولا اوت بوت ولا امباكت؟ فده اوت بوت. ليه عرفت ليه ان هو اوت بوت؟ ما انا قلت ده عدد النمبر وفي الخدمه اللي بتقدم. فانت عملت جروس مونيتورنج لكام طفل جه لحضرتك؟ طعمت كام طفل جه لحضرتك؟ اديت محلول معالجه الجفاف لكام طفل جه لحضرتك؟ اديت التيتانوس توكسويد لكام واحده بريجننت فيميل؟ عملت كام زياره؟ عملت قدمت كام انتي نيتال كير بالنسبه للفيميل اللي في التشايلد بيرنج بيريود؟ الفيميل اللي في التشايلد بيرنج كام واحده عملت زياره؟ اخر حاجه خالص بقى اللي هو الايفكتفنس او الامباكت انديكيتورز. امباكت اللي هو اللونج تيرم ايه؟ اللي هو اللونج ايه؟ اللي هو اللونج تيرم او الريموت ريزلتس. اكتبوا كده جنب الامباكت بقى اكتبوها ريموت ريزلتس. ريموت ريزلتس يعني ايه ريموت؟ يعني تاثير بعيد المدى. عايز اشوف بقى الموربيديتي والمورتاليتي في الاطفال والامهات. نيجي نمسك الامهات الاول، الماترنال الاول. عايز اقيم الماترنال هيلث سيرفيسز الاول. فانا بشوف اول حاجه ايه اللي في الماترنال، اهم حاجه بشوفها ايه تفتكروا كده في الماترنال؟ نقيم الاول الموربيديتي ولا المورتاليتي؟ الايه اول حاجه الريسنت اوت كام اوف البريجنسي، الستيل بيرث والابورشن والبرينيتال وده المورتاليتي. نشوف الماترنال مورتاليتي ريشيو. خلاص هم بيعتبروا بس ايه، انا عايز اقول لكم حته حلوه بس انا خلاص انتوا يعني مش عايز اقعدكم كتير. بيعتبروا ان ده ريسنت اوت كام اوف بريجنسي،
يعتبر مورتاليتي، بس بالنسبه للام يعتبر ايه؟ ده مورتاليتي الانفنت، بس بالنسبه للام يعتبر زي موربيديتي او في مشكله انفبرابل او كاب اوف بريجننس. يعني عايزين يشوفوا الانسيدنس بتاع الايه والسيكولي بتاعه البربرال سيبسس، عايزين يشوفوا الانسيدنس والسيكولي بتاعه الكومبليكيشنز اللي بايه بتاعه الولاده. كل ما كان الانسيدنس والسيكولي اكتر كل ما كان ده جود ولا باد انديكيتور، كل ما كان ده باد انديكيتور. طب ايه الحاجات اللي ممكن تحصل بعد الولاده؟ اخذت قبل كده الهيموريدج، الجينيتال تراكت انفيكشن، جينيتال وونز، حاجات كتير قوي. طب نيجي نقيم في الايه في الاطفال، نقيم في الاطفال ازاي بقى او التشايلد انسيدنس في مورتاليتي؟ قولي لي انت يا دكتوره بسنت ايه بقى الاطفال مورتاليتي وموربيديتي؟ المورتاليتي زي ايه؟ النيونيتال مورتاليتي ريت، والبوست نيونيتال مورتاليتي ريت، والانفانت مورتاليتي ريت، والاندر 5 ييرز مورتاليتي ريت او البري سكول تشايلد ديث ريت. طب نقيم الموربيديتي في الاطفال ازاي؟ قال لي والله في الاطفال في حاجات اكيوت وحاجات كرونيك. حاجات اكيوت زي ايه؟ الامراض اللي بتحصل اكيوت في الاطفال، برافو، الدايريا والاكيوت ريسبيراتوري انفيكشن، يبقى لها انسيدنس ولا بريفلنس؟ انتوا فصلتوا انسيدنس. طب ايه الحاجات اللي بتحصل كرونيك في الاطفال؟ ها الدايابيتس والايه والازمه، يبقى يبقى الحاجات دي لها انسيدنس ولا بريفلنس؟ بريفلنس. طب ايه رايكم في الهانديكابك؟ الهانديكابك الاثنين ايوه صح، الكرونيك ليه انسيدنس وبريفلنس. ايه رايكم في الهانديكابك؟ الهانديكابنج ليه انسيدنس وليه بريفلنس. امتى اقول انسيدنس اوف هانديكابنج؟ لو اول ما اتولد الدكاتره في اوضه العمليات هما بيقلبوا الطفل، يبقى ده ايه؟ اول ما اتولد شفنا الايه الانوماليز، يبقى ده اسمه الانسيدنس اوف هانديكابنج اللي هي الانوماليز ساعه الولاده. طب امتى نقول بريفلنس اوف هانديكابنج؟ بعد كده بقى لو الطفل ايه اتشاف بعد كده مش ساعه الولاده، يبقى انا عندي، بصوا يا جماعه، يبقى انا عندي الامراض اللي هي الاكيوت زي الجاسترونترايتس والاكيوت ريسبيراتوري انفيكشن لها انسيدنس، الامراض الكرونيك زي الانيميا او الريكتس. كلمه بيم دي اختصار انا بس مش عايز ازود عليكم، هناخدها بعدين. بروتين انرجي مال نيوتريشن لها بريفرنس. طب الهاند كابن لو الست اللي بتولد الترديشنال بيرس اتندر شافت الهاند كابن ساعه الولاده، شافت الانومالي ساعه الولاده، يبقى ده انسيدنس. لو الانومالي اتشافت بعد كده اثناء ما احنا بنعمل فحص للطفل اللي هو الهيلث ابريزر، يبقى اسمه ايه يا جماعه؟ بريفرنس. خلاص كده احنا خلصنا، بشكركم ونشوفكم بكره على خير ان شاء الله. بكره ان شاء الله هيبقى الدايتاتكس، لسه دايتاتكس ما خلصناهاش، خمس صفحات الدايتاتكس اللي هي الاكل، الانيميا بياخد ايه والهايبرتنشن بياكل ايه، وما خلصناش السيرفي صفحه والكوشنير صفحه، يعني احنا لسه لنا سبع صفحات. بكره ان شاء الله الساعه